هذا البرنامج برعاية اهلا بحضراتكم معانا في الركن الحواري لحلقه الحصاد اليوم، واللي هنخصصه للحديث عن الانتاج الزراعي اللي احنا بنريد ان هو يتطور ويعني يطلع لقدام. كتير من مزارعينا عندهم بعض المعلومات الخاطئه فيما يتعلق بالممارسات الزراعيه وفيما يتعلق بطريقه الانتاج او الحصاد او حتى التعامل مع المحصول ما بعد جنيه، وده بيؤدي الى مشاكل في هذا المحصول ممكن يترتب عليها ان هي تضر الانسان المصري داخليا او انه يمنع تصديرها الى الخارج، وبالتالي بنفقد ميزه كبيره جدا لما حصل له. ازاي ممكن نتتبع العمليه الزراعيه من اولها لاخرها، وازاي ممكن نستغل البحث العلمي في خدمه المزارعين وفي خدمه تنميه العمليه الزراعيه؟ ده موضوعنا الاكبر النهارده اللي بنحاول الحديث فيه مع دكتور ضياء الانصاري، استاذ مساعد بكليه الزراعه جامعه الاسكندريه. اهلا بحضرتك معانا دكتور. اهلا سعادتك. اهلا وسهلا. يعني النهارده احنا عاوزين نحصل على منتج نحس ان هو منتج جيد نظيف بالنسبه للمستهلك المصري المحلي، وممكن كمان تصديره للخارج. احنا لو حاولنا دلوقتي نقيم العمليات الزراعيه اللي بتحصل حاليا، وهل ممكن ان تؤدي بينا الى هذا الناتج ولا لا؟ الواقع ده موضوع مهم جدا، وانا بنتهز الفرصه اللي مع سعادتك وعايز اوصل رساله للمزارعين رقم واحد، وبرضه للقائمين على البحث العلمي في الجامعه وفي مراكز الابحاث. اول حاجه، مصر احنا اللي اسسنا وزرعنا بتاريخ الزراعه، احنا اللي حطينا علوم الزراعه، الري، احنا اول من اخترع التقنيات الخاصه بالتخزين والتداول، لما المصريين القدماء خزنوا القمح في صوامع هم اللي عملوه، هم اللي ابتكروا اول نظام في العالم في التخزين. انما نيجي نشوف الواقع اللي احنا فيه دلوقتي، هنمسك محاصيل اي محصول بالعشوائي، محصول زي الطماطم، مصر رابع أكبر دولة في العالم فيها مساحة طماطم. المفروض المساحة الحالية بتاعتي إن أنا أأكل العالم كلها طماطم، إنما اللي بيحصل إيه؟ إن أنا 60% من الطماطم اللي باكلها في السوق مستوردة من بره، برغم إن مساحتنا هي الرابعة على مستوى العالم، وبالتالي المفترض الإنتاجية تكون أكتر من كده بكتير. جد إحنا المفروض أأكل العالم كله بمساحة الحالية، مش عايز أزودها. محصول زي البصل، مصر يعتبر من اكبر دوله في العالم في انتاج البصل، وموطنها في مصر، البصل جاي من مصر. انما المشكله الكبيره ايه؟ برضو عندي مشاكل كبيره في التصدير. محاصيل زي الفراوله، امريكا الفراوله دي يعني نشات في امريكا، والامريكان من سنه 1940 بداوا في جامعه كاليفورنيا يطوروا اصناف الفراوله وانتاج الفراوله على مستوى العالم، هم اللي بدعوه. لكن لما الحاجات دي وصلت لنا مصر عشان احنا جونا احسن ونقدر نطلع احسن فراوله في العالم، امريكا بطلت تزرع فراوله، بقت تستوردها مننا احنا. نيجي نشوف اللي بيحصل دلوقتي ايه. المزارعين عندهم مشاكل ضخمه في الانتاج، بعض الدول بدات تهدد انها توقف استيراد الفراوله من مصر. علشان ايه؟ علشان كلام بسيط جدا، وللاسف القطاع الخاص عليه برضو عامل تاني، ان كل القطاع الخاص بيفكر في حاجه واحده بس اللي هو الربح السريع. وهستخدم مصطلح اسمه الدجل العلمي. جميل، ده حضرتك فتحت يعني كتير من الملفات كده مره واحده، فعايزين نقسم الملفات دي كده جزئيه جزئيه. الاول فيما يتعلق بمحصول الطماطم، حضرتك هنا بتقول ان احنا مساحتنا كبيره جدا ومع ذلك لا تتناسب مع الانتاجيه، طب ما ده مشكله البحث العلمي، لان احنا بنقول انه يعني يا جماعه احنا عاوزين توسع راسي وتوسع افقي، وان كان لدينا المساحه الكبيره دي لماذا لا نتوسع راسيا؟ هنا مشكله بحث علمي في ايجاد يعني اصناف جديده وسلالات جديده قد تؤدي الى زياده انتاجيه. والله والله يا فندم كل الاصناف موجوده. انت لو تتخيلي يعني مثلا محصول زي الطماطم ده، انا ممكن ارفع انتاجيته على الاقل 30% بدون ما اغير حاجه من اللي احنا بنعملها. يعني مثلا محصول زي الطماطم ده بيصاب بمرض فيروسي مشهور اسمه تبرقش اوراق الدخان. المرض ده بيجي من نبات قريب للطماطم اسمه التبغ اللي هو الدخان نفسه، بيصاب بالفيروس ده عادي جدا. فلما اي حد بيمسك علبه سجاير هي اوريدي بيبقى عليها الفيروس ده، فتلاقي اي حد بيشتغل في الطماطم ده حاجه طبيعيه جدا،
داخل الصوبه في المشتل او في الارض السجارة. عمل بيشرب سجاير او معسل وبتاع، انت من قبل ما تبدا انت ضيعت 30% من محصولك. يعني فقط يوقف التدخين في المناطق دي انتاجه هيزيد على الاقل 30% ان ما كانش 70%. ان التوباكو موزايك فيروس، فيروس تبرقش اوراق الدخان، بيقلل الانتاج من 30 ل 70%، وبيبقى ساعات اعراضه هيدي مش باينه. ده موجود عندنا في موجود مصر؟ موجود يا فندم طبعا. ده بديك مثال، انا ما بتكلمش بقى لا تسميد ولا ري. طب نتكلم عن عادات سيئه لم نذكر بعد اي معاملات زراعيه. ما دخلناش في اي حاجه لسه. واخد بال سعادتك؟ الزراعه لها اساسيات. يبقى انا عندي بجهز نبات كويس وارض كويسه، بحدد برنامج تسميد مظبوط، بس ري مظبوط. كل ده المزارع ما بيفكرش فيه للاسف. ليه؟ تيجي بعض الشركات والمدعين بالعلم عايزين الربح السريع، يقول له خد رش المركب الحيوي ده، استخدم المستخلص الحيوي ده، منشط الجذور، كله كلام ربنا خلق النبات. يعني النبات من 100 سنه قبل اختراع العلم ده كان عايش ازاي؟ النبات بقاله ملايين عايش، مش محتاج انا منشط جذور ولا بتاع ولا اي حاجه. انما المزارعين في مصر للاسف، وبرضه في دور كبير على الارشاد الزراعي، ودي نقطه عايز اتكلم فيها برضه، سابوا اساسيات الزراعه وماسكين في تفاصيل ملهاش علاقه بالزراعه. يرش مركبات ملهاش لازمه، بل الاخطر من كده، بيرش من مركبات حيويه يقول لك حيوي مجهول المصدر، النتيجه تبقى ايه؟ بيحط فيه حاجات مش مكتوبه على الليبل، يجي يصدر حاجه زي الفراوله يقف التصدير لا ده فيه مواد غريبه حتى مش موجوده في لسته المبيدات، يعني مواد ما هياش مبيدات اصلا، بتبقى مواد حامله المبيد مثلا. هرمونات، منظمات نمو، ان الشركات دي بتضحك على المزارع، بتدي له مواد يرشها على النبات يلاقي تغير سريع. التغير السريع ده تغير لحظي، زي ما واحد كده بياخد حقنه مثلا جلوكوز او حقنه يعني فوق لحظيا، وممكن يكون بيموت، وممكن يكون بيموت، يديله مسكن لحظي، فالمزارع يحس ان حصل حاجه. مجرد اسبوعين ثلاثه النبات بيموت وكولابس ومفيش انتاج. موضوع في منتهى الخطوره. ده بتعزي الى ايه؟ هل مفيش رقابه جيده على يعني سوق المبيدات الزراعيه حتى الان والحاجات المقاومه للافات، ولا يعني بتعزي ايه؟ هو بعزي اول حاجه انا هجيب اللوم على المزارع. المزارع، ودي نقطه برضو، 70% مشكله على المزارع. الى انا اتخرجت من اليابان والدكتوراه بتاعتي كان في هناك حوالي 2000 مركز بحث وجامعه. ال 2000 مركز بحث والجامعه الكونتريبيوشن او الاسهام بتاعهم في تطوير الزراعه كان لا يتعدى 30%. 70% من التطوير في العالم، مش في اليابان وفي امريكا وفي اي حته من تطور العلم، على القطاع الخاص. القطاع الخاص في حاجه اسمها البحث والتطوير، هو اللي معاه الفلوس مش احنا، وهو اللي بيدي فلوسه. انما لما يجي واحد دجال ونصاب، اي نعم ما فيش رقابه عليه، طب انت صاحب الفلوس يضحك عليك ازاي؟ فالمزارع عليه دور، لازم نوقف الكلام ده. دي فيها جزء برضه ثقافه مجتمعيه، الايمان بانه رجال الاعمال عليهم دور في انهم يمولوا البحث العلمي، إيه؟ لانه هيرجع عليهم بالفايده في النهايه لما يبتكروا منتجات جديده. لكن دي ثقافه غائبه عن رجال الاعمال المصريين. ما دي انا عشان كده انا 70% مشكله هرجع لرجل الاعمال والناس اللي ماسكين عصب مصر واقتصاد مصر. تيجي تقول له خد عينه قبل ما تزرع حل، يقول له هي التحليل غالي. يا واحد بيشتغل بملايين، هفترض زي زراعه زي الفراوله، الناس اللي بيشتغلوا فيها عتاوله مش اي كلام. ان فدان الفراوله ممكن يصل التكلفه بتاعته 100,000، يعني من 30,000 ل 100,000. لما اقول له خد عينه حللها ب 200 جنيه استكترها، وفي نفس الوقت لما تحصل له المصيبه يبدا يستخدم مبيدات بعشرات الالاف، والنتيجه برضه بيوقف التصدير ومش عارف يصدر. ده ان هو مش عارف يدور فلوسه كويس، او لو هو بيربح وفي معظم ودي المصيبه الثانيه ممكن يربح، بس هو ربح سريع وقليل، هو مش واخد باله من الربح اللي جاي ولمده محدده مش مستمر. فده يعني المزارع عليه دور كبير، وانا والمزارع يتحدوا مع بعض ويعملوا جمعيات صغيره ويفعلوا دور الجمعيات فعلا. والارشاد يقول لك انا ما عنديش مرشد. يا حبيبي ما عندكش مرشد، العالم كله بطل الارشاد ده على فكره. يعني اللي بدعوا الارشاد في العالم وقفوا نظام الارشاد لانه لقوه مكلف وملوش لازمه. فبدا حاجه اسمها الارشاد مرفوع الاجر، بقت حتى الجامعات بره لو هيبعت مرشد المزارع باجر، اللي هو الارشاد مدفوع الاجر. أيوة، وارشاد القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص عليه دور. ممكن القطاع الخاص، حضرتك بتتكلم هنا عن ممكن يكون ارشاد مدفوع الاجر للناس عندها
عشرات ومئات الأفدنة وبتزرع على مساحة واسعة، لكن الفلاحين المصريين المزارعين في أغلبيتهم العام يعني عندهم كم إيراد فدان بيزرعوا، ما عندوش تكاليف الإنتاج غالية عليه، وبالتالي إن احنا نطلب منه مقابل الإرشاد ده هيبقى صعب عليه. عشان كده أنا بقول يتجمعوا المزارعين الصغيرين، يتجمعوا 20 30 واحد مع بعض ويجيبوا واحد مرشد من القطاع الخاص اللي فاهم، هتيجي تقسم الفلوس دي على 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 10 فدان، على 20 فدان، على 30 فدان، والمشكله يعني هيدوا الارشاد يعني النهارده هيجي مرشد القطاع الخاص هياخد كام يعني؟ انما هو ممكن الفدان الواحد يدي انتاج عالي قوي وفلوس هتغطي الكلام ده. انما احنا بنبص للشورت تيرم او النظر القريبه وما بنعملش. انا هرجع تاني اقول المزارع عليه دور كبير والقطاع الخاص لا، هم اللي بيسهموا في البحث ودي فلوسهم، مش فلوس الوزاره ولا فلوس الجامعه، احنا ما عندناش فلوس، هم اللي معاهم فلوس وهم عاملين بيزنس. العالم كله بيشتغل كده، فاحنا لازم نتجه في الاتجاه ده. الدور الثاني والاخطر بقى علينا احنا كواحد في الجامعه. قبل ما نروح للجامعه حضرتك كلمتني عن رجال الاعمال او القطاع الخاص اللي هو ده الفلوس بتاعته بيدورها، فلازم يدفع في مقابل الحصول على المعلومات اللي تؤهله من المزيد من الانتاجيه، وكلمنا عن المزارعين وفكره الجمعيات التعاونيه. فكره الجمعيات التعاونيه دي فكره بتنمي الزراعه جدا واستخدمت في دول عربيه اخرى وجابت نتائج هائله. ليه في مصر التعاونيات عندنا ضعيفة، لا تستطيع القيام بأدوار اقتصادية، لا تستطيع التسويق لنفسها، لا تستطيع يعني إقامة مشروعات، هي دورها بس كله إنها بتوزع شوية سماد على يعني حاجات بسيطة جدا لا ترقى لدور التعاونيات. ويا ريت تكلمنا بالمقارنة بتجارب تعاونيات أخرى في العالم. التجارب أقرب تجربة اللي في اليابان. المزارع اليابانيين زي مصر نص فدان ربع فدان، ما ده الغريب، بس التعاونات اللي بيديرها اللي بيفعلها برضه فلاحين تاني واصحاب الاراضي. يعني الوزاره هي ملهاش دور، المدير تنظيمي فقط، المفروض تنظيمي، بعمل تشكيل حاجه بقى ده التنظيمي، انما تفعيل حاجه تيجي من الناس دايما. الفلاح عليه دور، يعني انا مثلا واحد فلاح عنده بياخد باله من الارض كويس جدا وبيعلمش ومش مهتم باللي حواليه، اللي بيحصل ايه؟ وده برضو مشكله كبيره، بتلاقي اللي حواليه مش فاهم زراعه ما بيعلموش يسيبه، فتلاقي تصاب افات في الحقل اللي حواليه. ايه اللي هيحصل؟ زرع صغير، انت مصلحتك تساعد جارك علشان هتعود عليك في المصلحه اللي هو ربح ويربح. الثقافه دي احنا عايزين نبدا ننميها. المزارع مش متخيل المواضيع دي. زي ما قلت عايزين نرجع لاساسات الزراعه اللي كل العالم بيتبعها. يعني اسال اي مزارع في اي حته، انت حطيت برنامج الري بتاعك على اي اساس؟ مفيش حرارة، ما يعرفش يرد، هي كلها تخمين. فاحنا بنعتمد على التخمين في الزراعه. انا على فكره انا ما اقدرش اوقف التخمين خالص، ان احنا بنتعامل مع الطبيعه، ممكن اي حاجه تيجي عكس اللي انا عايزه، انما بحاول بالعلم والوسائل العلميه الحديث نقلل التخمين ده ونحصره يبقى في حته صغيره، يبقى القرار اللي انا واخده مبني على معلومات. والتقنيات الحديثه دلوقتي سهله جدا ورخيصه، يعني ممكن انا شخصيا عملت تجارب كتيره ان اعمل حاجه زي بورتابل لاب، معامل متحركه تنزل الارض تحلل على طول بتكلفه بسيطه جدا، وبنستخدم بعض تقنيات اسمها البريسيجن اجريكلتشر او الزراعه المنضبط زي الاستشاره عن بعد، اقتصاديه على مستوى خمسه فدان، بتدي تحليلات فوريه للنبات في الارض في ظرف ساعه، وبعد في خلال يوم بيتعمل زي اشعه في الارض كده احنا بنعملها خرايط تقول لك والله المنطقه دي فيها مثلا افه زي النيماتود، الربع النص فدان ده، النص باقي الارض ما فيهاش، يبقى تستخدم مبيد على قد الحته دي بس. مبيد زي النيماتود ده الفدان ممكن يتكلف 3000 جنيه علاج، غير مشاكل اللي ممكن يبان في تحليلات لو انا استخدمته غلط. فعمليه استخدام تطويع التقنيه الجديده لخدمه المزارع الصغير في منتهى السهوله.